أمنيا، أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط. أصيب عدد من جنودنا في الهجوم الذي وقع على قاعدة عين الأسد. أريد أن أوضح، لا تخطئ الظن، الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجوم على قواتنا في المنطقة. سنرد بحزم على أي تهديدات أو أعمال تستهدف قواتنا. إن موظفينا العسكريين في العراق لحماية مصالحنا الوطنية ودعم الاستقرار الإقليمي. نحن ملتزمون بضمان سلامتهم ومحاسبة أولئك الذين يسعون لإيذائهم، وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في المنطقة للتصدي لهذه التهديدات والحفاظ على الأمن.